أهلا بكم إلى حلقة جديدة من بيت الكل. أسئلة كثيرة تراودنا حول استهداف جيش الاحتلال المتعمد للصحفيين أثناء تغطيتهم للحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، وقد تعالت وتيرة هذه الاستهدافات إلى حدود تقصدهم بالقتل العمد وملاحقتهم حتى بعد مغادرة الميدان وهدم بيوتهم واستهداف عائلاتهم. هذا هو عنوان بيت الكل في هذه الحلقة الجديدة. أهلا بكم. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من بيت للكل. اليوم نسلط الضوء بحلقتنا والحديث عن الحرب الخفية، ما يسمى بالتضليل الإعلامي وكافة الأخبار المغلوطة. اليوم نرى بأعيننا الحقيقة اليوم وماذا تقوم به إسرائيل من أخبار وأيضا حقائق غير موجودة على أرض الواقع. خليكم. وإذا كنا نتحدث عن مهمة الصحافة أو مهمة الإعلام، هي مهمة كشف الحقائق أو وضع الحقائق أو إيصال الحقيقة إلى كل مكان مع التحليل، وأيضا مهمة المراسل كمان أن يدخل إلى يعني داخل هذه الاشتباكات والحرب لينقل كل تفاصيل الحقيقة، ينقل ما يدور في حياة يعني شعب غزة وأهل غزة يوميا، وينقل أيضا ما يقوم به المحتل الغاشم. لكن على ما يبدو نحن نعرف بأن الآلة الإسرائيلية آلة كاذبة ولا تريد أبدا أن تقدم الحقائق أو حتى أن تؤكد على ما يحدث في قطاع غزة. لو كنا نتحدث عن القانون الدولي الذي هناك حماية للصحفيين والمراسلين والإعلاميين ضد النزاعات المسلحة، وأيضا في المناطق طبعا الدولية أو في الحروب الدولية وحتى في مناطق النزاع الغير مسلحة، لكن الحقيقة إسرائيل لا تحترم أي معاهدات دولية أو أي اتفاقات دولية، وكلنا شاهدنا ذلك، بل على الأكثر نشاهد أيضا ليس فقط استهداف الصحفيين أو المراسلين أو الإعلاميين، ولكنها تستهدف أيضا عائلات الصحفيين والمراسلين. شاهدنا هذا في أكثر من حالة، وستظل إسرائيل طول الوقت تحاول أن تطمس الحقيقة، وأي كاميرا أو أي ميكروفون ينقل الحقيقة وينقل الإبادة التي تقوم بها إسرائيل. خالد.